هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نفس. السلام عليكم، كل عام وأنتم بألف خير وعافية، شهر رمضان مبارك عليكم جميعاً. إنه يوم يا نفس ما تشتهي، تشتو الصدق، نشتي نتخارج من ذا الحال، كوليرا وحمى وحمى وانقلابات، انقلابات مش الانقلاب، انقلابات كلها هبلة وفاشلة، وبرضو رواتب ما فيش، وللشهر التاسع. يا رب ولادة سلسة، 9 شهور يا أعظم شعب صابر في الكون. على رأي مالي الكبير، رمضان الأول جاء بدون كهرباء، رمضان اللي بعده جاء بدون كهرباء ولا ماء ولا بترول ولا غاز، رمضان هذا جاء بدون راتب، رمضان اللي بعده يعني كده شكله بيجي بدون صايمين، كده يدخل على اليمن فاضية ما فيش حد، يغلق الباب ويقلب ذي القعدة طوالي. شهر كريم وإيش نقول للناس؟ أصبروا أكثر من كذا إيش؟ خذ الصبر نفسه يقول للناس الثانين أتيمننوا، لكن نقول با تفرق ونقول لا للمؤتمرين كيف الصوابر اليوم. بورصة ملاطيم الأسبوع كانت بالمرة في دمار، شيخ مؤتمر اسمه المقدشي وقع له ملانجلدو وهرب لقها مقهولة، والثاني اسمه المصري وقع له ملطعم، دخلوا العناية المركزة طوالي وراحوا الحوثة يزوروه، يقولوا له الدنيا فاهنا سهل يا ذاك، ومن لاقوا هالرخو يداتهم فوقك، بس مسكين البنك اليمين حقه كله طاحت. أقول لهم الدنيا فاهنا، أقول لهم الدنيا فاهنا، وبيجيت 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 لك البنات قلوها اتباخر اتباخر، انت لا مؤتمري واللي تعرف ديوته اقتله، واصحابه زي ما شفتوا خندق واحد ويصيح لو تشتو الصابر الثاني جاهزي كريف يا مخلوع، ودك داري ايش معك؟ خلونا نشوف ايش قالوا من علوم الناس. قالوا مش الا قالوا، ايش اللي قالوا؟ قد ماتوا في عدم من الحمى وانقطاع الكهرباء. هيا لنا يا اصحابنا، ما انقطعتش كذا تحت القصف والحارس، ايش فيه؟ مكنتوا الناس ضرب بروش وتوقيع عقود ووصلت الموانئ ووصلوا المولدات ووصلوا مش عارف ايش، والستين ميجا رواقيه والستين ميجا رايحه، وهات يا مولدات ولا شفنا مولود الا اختلست القلود، سنتين والوعود تنزل وترف وتهل، والنساء يقولوا بكره بعده، قد حلف فلان بتويتر، ها ها، قد حرم وطلق فلان بالفيسبوك، قال لا لا بتقيل مولدات، مكنتوا الناس صراعات وحشود وخطاب ومنصات، ومعك يا شرعيه، جنبك يا فانوس، معك يا لمبا، وكل من اقام الصدر سنة ولا هيلي باقي لك، تبرعت الدول كله. كل وقعوا اتفاقيات تركيا والإمارات وده الحين قطر، وبعدين حتى الدور الرياضي مش كذا، ما حد شاف شيء، لا رينج وبوية ومنشورات وسبوب بينكم البين، والناس ماتوا حر وقرف وفقر، كل من مسك شماطيره والمطار وين ذا؟ قالوا بالرياض، وين المهنجم؟ قالوا بأبوظبي، كيرقعوا مع الناس برمضان بالزغاطي تشتووا
بلاش الزغاطيط، اطلعوا التباب والقصور ومعاشيق، بس عيشوا مع الناس، عيشوا بس في هذا الحرب على كهرباء، ولا تصوموش، لا تصوموش، الله لا يوفقكم ولا تقبل منكم مسؤولين اللي بلحى ولا بزنانير. قالوا كمان الأسبوع ذا الحوثيين قصفوا الرياض بصاروخ على وصلة ترامب، وعملوه الليلة طبعاً. ويا ليلى والأهبل ذا، ناهك جيش الحوثي ما هو قتل ترامب بمنشور عاجل. مقتل الرئيس الأمريكي ترامب وجميع الوفد المرافق له بعد أن دمرنا طائرته بصاروخ باليستي ماركة بركان 2. عظم الله أجرك يا لقمان، قتلت المسكين ترامب، ما لي حرام عليك، معوقها زي الفل. هي والله ما شافت الرياض إلا ده الصاروخ وقلبت أم الدنيا قلب، قال لك صاروخ الشخوة. اللهم إني صايم من بكرة، يقول لك بالرياض خلاص مش محتاجين يشوفوه للرمضان، قد وصل القمر بكله. وهراتي انقلاب صنعاء قد صوموا الناس وموتوهم قوع من 9 أشهر بلا رواتب، رمضان عندهم طول السنة حكم القلاف، عهد الفناء والحراف. وين وصلت كوليرا الانقلاب؟ الله لا وفقكم، رقعتم الإمامة والكتن والقمل والكوليرا والقهر والطلاسم والبردقان، إيش عاد باقي؟ وعاد ولد الشيخ إلا كذاك أقايد أول أسيس دافي بصنعاء. يا رجال استحي من لحظة وصولك دكو تعز قصف لكل الأحياء، هذا يعني أنه ماذا؟ هذا يعني أنت مدعمم ولا نقص. شوفوا في إبر هرمونات كذا تدي الزكعة دي، شوفوا معلومة طبية. الإبر اسمه إبر جروث، عادي حتى بحثوا بجوجل للي معاهم بياس طبعاً. أبو عفشفش ده قدو مدمن لهم، قيمة الإبرة تشبع حارتين لشهرين لقدام، يطبس إبرتين باليوم وهاتي هاتي قفاز من قاعة للثانية زي المتفرطات، واسمع لك على خنبقة وضحك على الخضعان من باع المؤتمر. وأنا متأكد أن المؤتمريين والمؤتمريات مصممين على الصمود في مواجهة هذا العدوان رغم الظروف الصعبة. ما همش مصممين، قد زحفوا ملاطيم وإهانات وبهدلة. خلي عندك دم، يعني لازم تدخلهم جنبك القصبة. يا راجل ارحمهم، والله ما عز فيهم جبر إلا وعليهم لطمة مشرف ولا دكمة لجان ثورية، هم كانوا لعيال فهنا ودهنا وعيال هلا وعز. روح جبت لهم خالة لا بارك لك، ها اتفرق لا رحمك كيف قد صابروا من اللطف. جربنا الحكم، الحكم معاناة لمن يشعر بالمسؤولية. الواحد يا مفتري قرب سنة، سنتين، 3، 4، شل لك من عندي أنا 5 سنوات، إنما تجي بعد 35 سنة تقول لنا قربنا الحكم. طيب والآن إيش قررت؟ عادك بقى تحكم ولا بتروح تبيع غنم المؤتمر وتخوتم؟ ومن صدقك إنهم طلع معانا؟ تعال شوف شكلك قبل السلطة اللي قربتها وبعدها شوف كيف. باين فعلاً إنك عانيت، فعلاً طلع مسؤولية جوي. الحكم معانا ومغرماً ليس مغنماً. خف علينا يا عبدو مغرم، خف علينا، خلعك الشعب قبل 6 سنوات ولليوم احنا نتهادى احنا وانت، وتجي تكذب علينا انه الحكم مغرم؟ يا ابو عفشفش والله ولا عندك دم، ولا عندك دم، في عروقك سليط حارق، متابع يذاع الشعب شويه من خلقتك. علي عبد الله عجل الى ما تقوم القيامه، علي عبد الله الصالح ورث، ومن ورث ما مات. قلنا لكم انت وابليس سوا زملاء، يشوفوا نفوسهم من المنظرين. لا لا لا، انت ورثت روثات كثيره،
جلست لآخر عمركم قبل لأن صار خالد قعقع بهم قعقع ملطام ورا ملطام بيكونوا يلعنوك لا سابع قيد على اللي سببته لهم. هو بس إلا الآن الصغابر مخدرة ما تحس بعدين بتطلع الأمارة. ها البركاني هارب لهم الخالة الحوثي بالقاهرة بيعمل مبادرة كان باقي معك إلا ياسر العوامي خدوا هارب لهم الملاطيم وحانب كيف يصار حك إنك ضفعت بآخر عمرك ضفعة لن ينساها التاريخ ولا الأجيال المؤتمرية. وردت المؤتمر الشعبي العام وكوادره مثقفيه وسياسيين وسياسيات هذه هي الوريثة وهذه التركة التي خلفتها ثقافيا وسياسيا واجتماعيا هذه هي أكبر تركة. والله العظيم لك داخل نفسك تقول أنه أكبر تركة هي اللي في الإمارات. على من يا عقعاق؟ على من هربت جهالك الإمارات ورقمت الحزب كله لصالح الصمات ومحمد علي الحوثي؟ أهنتهم كلهم لا شيخ إلا وقد ركبوا فوقه ولا قيادي مؤتمري في صنعاء إلا وقد الحوثي توطفه وطاف وركب عليه. إيش من انتقام فعلته بخبرتك؟ شفت الشيخ المصري؟ كعر أتحداك تنصفه منهم؟ معه طاسة مراق أتبيخر بتكبر وتنسى. خذك زي كلب المحراس اللي طارحين تحته زربة شوك لا رخد ولا خلى الناس ترقد. قال استنابح على أكبر تركة عند الولد حمادة. هذا هدف من أهداف الثورة الذي فجرت يوم 26 سبتمبر ضد الإمامة والإمامة الرجعية وضد الاستعمار الذي كان جازم على جنوب الوطن. ضد قلت لي ها؟ أنت آخر من يتكلم عن أهداف الثورة. كان آخر حاجة هي الجمهورية وسلمتين الخبرة قلبوها لجان شعبية والسيد فلان والسيد أبو فلان. حتى الحرس الجمهوري رجعوهم كلهم قندرمة وعقفة بعدهم سيد. قال لك استعمار ما عاد في شيء الآن من استعمارك هذا لأتباعك شمالا وجنوبا. خلونا نروح فاصل ونرجع نشوف الحاصل مع أبو البعاسس والتنابل. ابقوا معنا. حيا بكم ومرحب. عدنا نشوف خنبقات الشيبة المخرف والزغع كيف تعرفوه؟ احنا نقدم شهداء ونقدم شهداء مغمورين من المنتسبين للمؤسسة العسكرية والأمنية ومن المتطوعين في جبهة القتال ولكن مش تجارة نتاجر بأسماء الشهداء. أيوة مش تجارة انت بتجيبهم جبهة تبرع. مبسوط انك بتقدم شهداء مغمورين والمغاوير حقك في لبنان والإمارات. ايش عليك الحجر من القاع والدم من رأس القبيلة. فأقول الصمود الصبر ستنفلج بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى. الصمود والصبر صدقنا ما بعد هذا ما عاد بتفرق إلا بطرق أخرى. أيوة أخرى على قولة الرئيس أحسن لك يا مكسور الناموس. قد ولد الشيخ عندك خليه خارجك كم 480 مليار دولار ما هيش ببلاش. والله لا يعصروك سع أمليمة. إيش معهم منك؟ أعرضنا لهم أكثر من 3-4 خارطات كما خارطة الطريق خارطة الحل السياسي خارطة الحل الاقتصادي. قدمناها للأمريكان 1 للاتحاد الأوروبي 2 لروسيا الاتحادية 3 للسعودية 4. إيش معانا إحنا ونحنا والنمرات هذه؟ وبعدين إيش معانا والأرقام قاعدة تخبطي من ورا؟ أنت شابك من ورا ما إيران ورجعت كمان تشبك بالأرقام. السعودية ما إيش معي إلا حل وحيد 84 مليار لمكافحة الإرهاب والتمدد الإيراني. وزع خرابيطك للجن والعفاريت هذه بياس تعمل بصارة. ترامب يبيعك بالجرام يا مدبر خلاص لا تراهنش. أحلق قبل ما ينتفوه نزف بدون مزيد.
لماذا أعمل نبذة شوية، لماذا يحبوا علي عبد الله صالح كثير في دول العدوان؟ أيوة يحبوك مور، خف علينا يا إفان كترامبا، خف علينا يا نانسي عقرام، يا هيفا عفاس، يحبوك موت انت وصواريخك وشيعة شوارع ايران اللي جبتهم لحدودهم. باب 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 والحب يحبوك يموتوا عليك. انت بس قوي قلبك، قوي قلبك وروح يا معشوقة الجماهير. شنو ما ركع ولا رضي يقبل المال. كيف ما ركع؟ خذك مبتس بالتاج وانت كل يوم تدوشنا، نمد ايدينا للاشقاء، نمد ايدينا للسعودية. اما الزلط لا تكذبش، لا تكذبش والله انها ابوك وامك، والمستثمرين عارفين كيف كنت تقاسمهم في ارزاقهم، حتى بالاكشاك كنت تاخذ 20%. لا خليت ولا بقيت لما طلعتها 60 مليار، واليوم يموت اصحابك جوع جنبك ما قلت حتى هذه صرفع يومين. عرضت علي طائرة الإيرباص بمال دولار وسلموها لأحمد علي عبد الله صالح في سعودية. وين جيت بالفلوس يا حمادة؟ وين جيت بالفلوس اللي يقول على أبوك قبض لأبو ظبي؟ ها؟ سببت لأبوك دي النثرة. شوف يا فافشفش، هذا الكلام قول عبد السلام فليتها، كما يا من عال لا قابلكم فلوس تبيعوني لا تقبلوش، قد عرضوا علي قبلكم وأنا ما رضيت. والله يا صديقي ورزقي انتهى أبو عفشفش، ما شفنا إلا اير اف 16 وشافوها خلق الله كلهم تلبق أفكارك، لا تسوي لي الزحمة ولا هم يزحمون. قالوا هذا من أجل أن تتحالف معنا وقنع والدك للتحالف معنا. ها يعني قد كان أحمد علي هناك يبايع على الحويثة بس ما اتفقتش على السعر، ولا ما المبايعة كانت موجودة. اسمع يا فليتا، اسمع اسمع، لا تبيعش وقت البورة ما عاد بينفعك، اخطب امورك بس والبضاعة برأس مالها، كسب الزبون، كسب الزبون احسن لك ابوها الفلوس. طيب حاور فهموا، ما عندنا من طلب لكم، ما عاد بيدورك. انت بنفسك قلت ان الشرعية الانصار الله وهم بيتحاوروا معاهم في ظهر القلوب، ايش دخلك؟ لماذا ضربوا المساكن حق علي طاطي؟ لانهم يحبون. هيا ايش؟ ولا نسيت اللي قلته قبل قليل؟ شتموني بالشتائم، انا اعتبر كل شتيمه من امراء العدوان وسام على سطري. وتاب فوق راسك لانك هين معزوم شرف وما ترتاح الا لما يعرعروا لك من بقشتين. المهم انك حاسس انه هذا كله من حبهم لك يا هين. هيا استمتع وصفقي له يا فايقه. وش ولا نخص. السلام عليكم. لا 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 لا